السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بأسبوع تقويم تعلمات الوحدة الثانية ودعمها، الحصة التاسعة يعني أنشطة الصفحة 31 من مرجع التجديد في النشاط العلمي للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. إذا سنبدأ مع تقويم المكتسبات. إذا السؤال الأول، اختاروا الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية باستعمال الأرقام والحروف. إذا السؤال الأول، ما مكونات الدماغ؟ نحن يعني تعرفنا في الدرس على أن الدماغ يتكون من ثلاث يعني أجزاء رئيسية، لدينا المخ والبصلة السيسائية والمخيخ. إذا فالدماغ يتكون من المخ والبصلة السيسائية والمخيخ. السؤال الثاني، تتكون العناصر المسؤولة عن الحساسية الشعورية من؟ إذا موصل حسي، إضافة إلى الدماغ، ثم النخاع الشوكي. إذن فهذه العناصر مسؤولة عن الحساسية الشعورية. نمر الآن إلى السؤال الثاني، أربط كل عضو بوظيفته وذلك باستعمال الأرقام والحروف في دفتري. إذن بالنسبة لدينا المخ، النخاع الشوكي، المستقبل. إذن ولدينا مسؤول عن حدود الحركات الإنعكاسية، الجلد، العين، الأذن، مسؤول عن حدود الحركات الإرادية. إذن أولا فالمخ وهو مسؤول عن حدود الحركات الإرادية، بينما النخاع الشوكي فهو مسؤول عن حدود الحركات الإنعكاسية، بينما المستقبلات فهي الجلد والعين والأذن. السؤال الثالث، أصلوا إذن كل رقم من العمود بما يناسبه، إذا من العمود الأول بما يناسبه في العمود الثاني. أولا استقبال المؤثرات الخارجية التي تحيط بالإنسان عن طريق أعضاء الحس والتعرف عليها وتفسيرها. السؤال الثاني، عدم الإسراف في تناول المنبهات، القهوة والشاي لتأثيرها على فترات النوم وضربات القلب، عدم تناول الحبوب المهدئة والمنشطة، عدم ممارسة الرياضة والنوم لفترات كافية، وعدم الجلوس لفترات طويلة أمام التلفزيون والحاسوب والشاشات الإلكترونية. ثالثا الصداع والدوران والغثيان والإرهاق الذهني، يسبب عدم التركيز، يسبب ضعف الذاكرة، يسبب التوتر العصبي. إذا لدينا أثر الإدمان على الجهاز العصبي، أهمية الجهاز العصبي، المحافظة على الجهاز العصبي. إذا فاستقبال المؤثرات الخارجية التي تحيط بالإنسان عن طريق أعضاء الحس والتعرف عليها فهي تشير إلى يعني أهمية الجهاز العصبي. عدم الإسراف في تناول المنبهات لتأثيرها على فترات النوم وضربات القلب. إذن عدم تناول الحبوب المهدئة أو المنشطة، عدم ممارسة الرياضة والنوم لفترات كافية، وعدم الجلوس لفترات طويلة أمام التلفزيون والحاسوب والشاشات الإلكترونية. فهنا نشير إلى المحافظة على الجهاز العصبي. الصداع والدوران والغثيان والإرهاق، يعني هذه كلها إذن آثار الإدمان على الجهاز العصبي. نمر الآن إلى السؤال الرابع، أنقل أرقام الوثيقة في دفتري وأحدد أسماءها. إذن بالنسبة لرقم واحد، إذن لدينا مخ، إذن هنا سنكتب مخ. رقم اثنان مخيخ. رقم ثلاثة نخاع شوكي. ورقم
أربعة يمثل عصب. السؤال الثاني، ورتبوا الجمل الآتية. إذا لاحظوا معي، لدينا مركز عصبي حسي، إذا مستقبل حسي، موصل حسي. يعني هنا كنشوفوا يعني كيفاش كتمر يعني واحد السلالة عصبية. إذا فأول شيء هو المستقبل الحسي، إذا المستقبل الحسي كيستقبل لنا الإشارات الخارجية، إذا المستقبل حسي. إذا المستقبل الحسي كيمرر السلالة العصبية عبر الموصل الحسي اللي هما الأعصاب، موصل حسي. وأخيرا هذا الموصل الحسي فكيوصل الميساج الجهاز العصبي المركزي، إذا مركز عصبي حسي لتحليل المعلومة. مركز عصبي حسي، إذا عندنا مستقبل حسي، موصل حسي، ثم مركز عصبي حسي. ندوزو دابا الأنشطة الصفحة رقم 32 مع السؤال الخامس. إذا نتمم مع التمرين الخامس. تبين الوثيقة أسفل الموضع بعد مناطق الحساسية الشعورية على سطح المخ وانتقال المعلومات الآتية من العين والأذن والجلد. إذا فعندنا مجموعة من المستقبلات، عندنا العين، أذن والجلد. إذا فكل مستقبل هنا كيوصل لنا واحد 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 يعني ميساج، واحد السيالة عصبية اللي كيتم تحليلها على مستوى واحد مجموعة ديال الباحات. كل باحة فهي مرتبطة مع واحد عضو حسي. إذا عندنا مثلا العين فمرتبط مع يعني باحة يعني البصر أو منطقة بصرية، عندنا باحة السمع، عندنا باحة اللمس. إذا فغادي نعمرو الجدول، دونك أنقل الجدول إلى دفتري ثم أملأ فراغاتي بكتابة الأسماء المناسبة للأرقام باستعمال الوثيقة. إذا أولا مثلا غنبداو بالحساسية الشعورية اللي هي البصر. إذا غنكتبو البصر. إذا المنبه هنا ولا المهيج هو الضوء. إذا العضو الحسي هو العين. المنطقة المخية المسؤولة هي باحة البصر، باحة البصر. بالنسبة مثلا المنطقة والحساسية الشعورية الموالية، إذا غناخدو السمع. إذا السمع، السمع عندنا المهيج اللي هو الصوت، إذا الصوت أو تذبذبات الصوت التي تستقبل عبر العضو الحسي اللي هو الأذن. إذا فالأذن هنا كتمرر السيالة العصبية عبر واحد الموصل حسي اللي كيوصلها لمنطقة باحة السمع، إذا باحة السمع على مستوى المخ، باحة السمع. إذا بالنسبة للحساسية الشعورية الموالية هي اللمس. إذا اللمس هنا مثلا وخز بإبرة، إذا وخز مثلا أو جسم ساخن إلى غير ذلك. إذا بالنسبة للعضو الحسي هنا عندنا هو الجلد لأنه هو المسؤول عن حاسة اللمس. إذا وبالنسبة للباحة هي باحة اللمس، إذا باحة اللمس على مستواها يتم تحليل يعني المعطيات. نمر الآن إلى السؤال السادس. أحدد طرق حفظ الأطعمة الآتية. إذا الزبدة، المخللات، السردين مثلا، الثوم، الجبنة. إذا مثلا عندنا غناخدو الزبدة وغناخدو السردين وغناخدو الجبنة. إذا الزبدة زائد السردين زائد الجبنة هنا. فطرق يعني حفظ هذه الأطعمة هو التبريد، يعني نضعهم في الثلاجة، التبريد. إذا بينما مثلا الثوم هنا فالطرق اللي غادي نستعملو هي التجفيف. إذا التجفيف هو يعني الطريق المناسب للحفظ على أو المحافظة على هذا يعني الطعام ديال الثوم أو لهذا المكون الغذائي. بالنسبة للمخللات هنا فعندنا السلاج يعني التمليح ولا التخليل، إذا العملية هي التخليل، نزيدو ليهم الخل ولا التمليح. السؤال الثاني، أبين لماذا يسعى الإنسان إلى حفظ الأغذية.
إذن للحفاظ عليها ولتجنب، إذن فالإنسان كيسعى لحفظ الأطعمة، إذن للحفاظ عليها ولتجنب هدر الطعام، إذن باش ما نضيعوش المأكولات والهدر الطعام وهدر الطاقة إذن نمر الآن إلى السؤال السابع. تترتب عن سوء التغذية عدة أمراض منها الأنيميا والسكري. السؤال الأول، أقارن هذين المرضين في جدول. السؤال الثاني، إذن السؤال الأول عفوا، أقارن هذين المرضين في جدول. بالنسبة للسؤال الثاني، أقترح إذن إجراءات للوقاية من هذين المرضين. إذن فأعراض المرضين، إذن بالنسبة لداء السكري عندنا كثرة التبول، العطش، الجروح لا تلتئم، فقدان الوزن، شرب الكثير من الماء، بينما الأنيميا عندنا اصفرار البشرة، صعوبة في التنفس، تعب وإرهاق، دوار وصداع. إذن بالنسبة للإجراءات الوقائية من هذ المرضين، إذن شنو هما الإجراءات اللي نقدروا نتاخدو باش يعني كوقاية من هذ المرضين؟ بالنسبة لداء السكري، ممارسة الرياضة، تجنب الأطعمة الحلوة والسكريات، مراقبة نسبة السكر في الدم. بالنسبة للأنيميا فهنا ضروري خصنا نعزو لابور ديال لو فيغ في الجسم، دونك تناول أغذية صحية غنية بالفيتامينات والحديد، ولا يعني في الاقتضى الحال خصنا نتناولو مكملات غذائية غنية بالحديد. غادي ندوزو دابا للسؤال الثامن. لو ديسان سي كونتر دونك إيلوستر لا رياكسيون دان هوم كي فيان دو ماتر لو بي سور أن كلو. Les flèches indiquent le trajet suivi par le message nerveux au cours de cette réaction. Indiquez ce que donc représentent les éléments 1, 2, 3 et 4. Donc là, بالنسبة ل 1, عندنا الجلد. الجلد هو الأورغان ريسيبتور، هو المستقبل. إذا فالمستقبل كيوصل كي يعني يترانسميت الميساج يعني اللي كيمشي باغ لي نيرف سنسيتيف، هما لي كونديكتور هنايا، الموصلات الحسية. بالنسبة للموصلات الحسية فهي يعني كتوصل الميساج للمركز العصبي اللي هو النخاع الشوكي لامويل ايبينيير، لأننا كنهضرو على واحد الحركة هي انعكاس هي لا إرادية. ف لامويل ايبينيير هنا كيتريتي الميساج ابخي كيعطي دونك لي زانفورماسيون بوغ لي ميسكل باش انهم يعني وقع هاد الحركه هادي. دونك لي ميسكل هنا هما اللي كي يعني يعني كينفذوا لي ميساج بان يكون عندنا واحد الثاني ديال يعني الساق يعني باش يتوقف الالم. دونك الجواب على السؤال الثاني دو كيل تيب دو رياكسيون، دونك افون يعني السؤال الاول غنوميو هادوك دونك هادوك لي فليش. Donc pour un, un organe récepteur, on le peau, donc organe récepteur. Pour deux, un conducteur, les voies nerfs sensitifs. Pour trois, un la moelle épinière, yani nukha shoki. Et pour quatre, conducteur moteur et mouvement, les muscles, les qui gèrent le mouvement. Deuxièmement, de quel type de réaction s'agit-il? Donc bien sûr, c'est un mouvement involontaire ou bien la motricité involontaire. Yani الحركات اللا إرادية والتحركية اللا إرادية. السؤال الثالث، parmi les qualificatifs c'est après relevé ceux qui caractérisent ce type de réaction. دونك حنا كنعرفوا بأن التحركية اللا إرادية هي involontaire، inconsciente، imprévisible، غير متوقعة، et automatique. دونك voilà les réponses. دونك la motricité involontaire، inconsciente, imprévisible et automatique. Donc, on va continuer donc avec l'exercice numéro 9. Un cycliste roule au milieu de la route. Une voiture arrive derrière lui et klaxonne. Le cycliste se range à droite. Donc, واحد الدراج كان غادي في الوسط ديال الطريق، جات موراه واحد الطوموبيل دونت دارت واحد لو سينيال يعني كلاكسون، ولو سيكليست هنا يعني دار واحد ردة الفعل انه يعني خدا اليمين ديالو في الطريق. السؤال الأول، انديك لي زورغان دي سون مي اون جو شي لو سيكليست. دونك لي زورغان دو سون هنا اللي كنهضروا عليهم هما لي زوغاي، لان عندنا واحد الصوت. دونك لي زوغاي هما المستقبل الحسي عندنا في هاد لوكا ديالنا. دونك لي زوغاي. بور دو اون هومور لي ديفيرونت ايتاب كي ا بارتير دو مومون او سي زورغان سون ستيمولي
vont permettre aux cyclistes donc de se mettre sur le côté. Donc bien sûr, un klaxon, donc klaxon, un mustaqbel hissi, donc l'oreille va transmettre le message par les nerfs sensitifs aux moelles épinières, nous rachoki. La moelle épinière, elle كتشكل عندنا واحد نيرف موتور هو اللي كيعطي donc le message aux muscles pour donc se déplacer et pour se ranger à droite de la route. Donc voici donc les réponses. Donc voilà les réponses donc pour la deuxième question. Donc voilà. D'abord, غادي ندوزو للسؤال الأخير، السؤال العاشر اللي هو تقويم تملك نهج التقصي. لاحظ أن بعض الأطفال يعانون من سوء التغذية مما ترتب عنه إصابة أحدهم بمرض، وأردت أن تشارك مع أعضاء جمعية محاربة الأمراض الناتجة عن سوء التغذية. أفسر هذه الظاهرة بصياغة سؤال ثم أقترح فرضية لحله باتباع مراحل نهج التقصي. إذا هنا المطلوب أننا غادي نطرحو سؤال للتقصي. وغادي نطرحو فرضيات. إذا بالنسبة للسؤال التقصي عفوا، إذا كيف يمكن تجنب الأمراض الناتجة عن سوء التغذية؟ بالنسبة للفرضيات فأكيد الأمراض الناتجة عن سوء التغذية فالحل ديالها هو يعني تناول أغذية صحية ومتوازنة. إذا ممارسة الرياضة أو الأنشطة الرياضية، إذا إلى آخره من الأشياء التي ممكن أن يعني تساهم في يعني في كون الإنسان بواحد الصحة اللي هي جيدة وبعيدا عن الأمراض الناجمة عن هذا سوء التغذية. إذا فهذا السؤال هو السؤال الأخير من هذا التقويم. إذا موعدنا إن شاء الله في الفيديو القادم غيخص الوحدة الثالثة اللي غادي نشوفوا فيها الكائنات الحية ووظائفها وتفاعلاتها مع البيئة. دائما على نفس القناة، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.